ماشي. اتفضل يا ابو حميد. ماشي حماده وبيعدي حماده من واحد للتاني. ماشي حماده تاني. هو طول عمر الكابتن حماده صدقي لاعب خلوق بيتميز بالجديه والرجوله وحسن الخلق، فده اكتر حاجه كانت بتميزه والتزامه في الملعب سواء جوه الملعب او بره الملعب كمان. فبصراحه هو قدوه كلاعب، وطبعا لما مسك التدريب كان متميز لان الاخلاق ما بتتغيرش. حماده صدقي ايامنا احنا كان انا ما اذكر ان هو كان باك، وكان يتسم بالخلق العظيم جدا، كان راجل على خلق كبير جدا جدا جدا، وربنا كافئه ان هو كان من الاسيستنتس بتوع حسن شحاته المعلم الكبير في المنتخب. حماده صدقي اللي اتذكره ان برغم تنقله لاكثر من مكان، لكن الراجل ده انا لا اتذكر ان هو خد انذار، عمره ما عمل حاجه في الملعب خطا. كان حريف، كان من الباكات التقيلة جدا. هو طبعا كلاعب كان راجل في مكانه، كباك رايت ممتاز جدا، وزي ما بنقول كده بلغة الناس ولاد البلد راجل في مكانه بالفعل. يعني لعيب كان مخلص جدا للنادي، وده كلاعب. كمدرب أنا يمكن ما عاصرتش تدريبه الأندية معينة، إنما لعيب خلوق مهذب جدا، من الناس اللي الواحد شافهم محترم يعني، وكان في الملعب مهذب. هو حماده صدقي يكفي إنه ابن من أبناء النادي الأهلي، يعني تربى على المبادئ والإخلاص وبذل الجهد الكبير في العمل في التدريب أو في داخل المستطيل الأخضر، وكان باك رايت، كان راجل محترم، ترابل شوتر، ما بيعملش مشاكل، كان صادق في عمله وفي كل حاجة. اللي أنا عارفه كشخصية إنسان كويس، كلعيب، كأخلاق بره الملعب، كأخلاق مع التعامل مع الناس العادية، كان بيبقى في ممتاز الذوق والاحترام والأدب، ما عندوش نوع التكبر يعني، فكان ممتاز بصراحة. كابتن حمادة صدقي كان لعيب ممتاز جدا من أيام ما كان في المنيا، وجي النادي الأهلي برضه كان قمة، وكان لعيب أساسي في منتخب مصر. حمادة صدقي كلاعب وكمدرب إنسان مجتهد وإنسان ذو خلق، لا نذكر ليه غير أنه كان إنسان محترم ومخلص، وكان إضافة للنادي الأهلي حتى وهو بيدرب فرق تانية خارج النادي الأهلي. هو من جيت أخلاقه أخلاق عالية جدا، فهماني، وهو كلعيب يعني بيلعب بروح عالية، كمدرب برضو كان كويس، وحتى ما كان بيلعب ضد الأهلي بيبقى روحه مع الأهلي. اللي بيسيب بصمة الناس بتفضل فاكراه لحد اخر لحظة. بس انا في حاجة هنا لفتت نظري، انت لعبت باك رايت؟ كتير. فين؟ لعبت على منتخب مصر باك رايت. مباراة ايه؟ ماتش تونس في تونس، ماتش زامبيا في زامبيا، زامبيا هنا. كان علي شحاتة كان مصاب تقريبا، فانا خدت الماتشين دول، ولعبت في النادي الاهلي كتير باك رايت. حصل مشكله. كانتش غريبه عليك انك راجل اسطوبر؟ لا خالص لعيب جوكر بلا في حته، سرعات وعندي الكوره، فكنت بشتغل. في ماتش لعبته ديفندر كمان، ماتش مع فرقه من الجزائر، مولوديه، اهلي، الاهلي، وكان مع فايتسا. مع فايتسا قال لك العب ديفندر، وقفل الحته ديت. كانوا بيلعبوا كور طويله على طول، وعشان عندك السرعات. فوديتها بشكل كويس الحمد لله. طيب احنا